وانا بتكلم معاه في الفاصل دلوقتي، طلع جوزها كان طالع معانا قبل كده وكان في موديل ساعتها، وهي اللي كانت عامله الميك اب للموديل، فحكيتني بقى قصه كده فظيعه وعظيمه. منوره النهارده يا روزي. روز الفريد خبيره مكياج، خبيره تجميل. ايوه. والنهارده عايزين نتكلم عن شويه حاجات كده. اوكي. انا سمعت عن شويه يعني تفاصيل بالنسبه للموضوع اللي انا هسالك فيه، بس مش عارفه اذا كانت صح ولا غلط. منتجات المكياج او الميك اب يبقى ليها اكسبايري ديت، خلاص؟ اكيد. اللي هو تاريخ الصلاحيه، انتهاء الصلاحيه. بعدين بقى طلعت ناس تقول لك ايه، لو فتحتي ماسكارا 6 شهور وترميها حتى لو ما باظتش، لو مش عارفه ايه كل الكلام ده. فبالراحه كده واحده واحده، لو انا النهارده عندي ميك اب كيت او علبه مكياج، انا عايزه حضرتك تكلميني عنها، تاريخ الصلاحيه بتاع كل حاجه فيها، والمفروض اعمل ايه علشان احافظ عليها، وازاي اعرفها بالظبط. تمام. نبتدي الاول بالفاونديشن اللي هو اصلا اللي هو الكريم الاساس. ازاي نعرف ان الفاونديشن ده اكسبايرد او منتهى صلاحيته؟ اول حاجه هما 3 حاجات بنبتدي نعرف منهم. الريحه بتاعته طبعا، غير ان التاريخ بتاعه بيبقى مترخ على الازازه والكلام ده، كل ده احنا عارفينه. ولكن طب افرض انا التاريخ في حاجه ملعوبه في التاريخ، اعرفها ازاي او اتساب عندي وما خدتش بالي؟ اول حاجه الريحه بتاعته بتبقى مختلفه جدا يا رضوى، مش المعتاد، وبتبقى ريحته كريهه، بتبقى ريحته مش حلوه، لان اصلا في النهايه ان الفاونديشن ده بتبقى دهون، بتبقى حاجات يعني دهون، بتبقى مصنوعه من دهون، فالريحه بتاعته بتبقى كريهه جدا. زائد الملمس بتاعه ساعات يا بيبقى تقيل يا اما بيبقى خفيف، يعني ما الاقيه متكتل وتقيل او اللون بتاعه خفيف، ده كده يبقى هو بقى اكسبايرد. لو اتحط طبعا، وانا اتمنى ان احنا نعرف الحاجات دي قبل ما نحطها على البشره، بيبتدي يظهر عليه زي بقعه، بتحس ان اللون مش متوحد في الازازه، تحطيه على المكان اللي بتدربي عليه او على وشك بتلاقيه مش متوحد. طيب قبل ما نعرف بقى ان ما عرفناش بالطرق دي، لما بنيجي نجربه البنات بتحطه على طول، لو شكيتي بلاش تحطيه على وشك على طول، لان اول حاجه هتظهر ان انت هيحصل لك تحسس في وشك، هيبتدي بقى ان انت وشك ياكلك وتحس انت عايزه تهرشي، وبعد ما تشيل الفاونديشن او الكريم الاساس هتبتدي تلاقي ابتدى وشك يحمر ويطلع زي حبوب صغيره، ومع المدى هتبتدي تكبر، مش مدى الزمن، مع المدى ان انت اول ما تشيليه يوم التاني التالت هتلاقيه طلع لوحده حبوب، يعني كمان حبوب فيها متعبيه، فيها بكتيريا بسبب ان انت نقلت بكتيريا لوشك، فدي دي مشكله كبيره. فاتمنى ان احنا لو احنا شاكين ومش عارفين نطلع عن طريق الريحه او الشكل والملمس، نبتدي نجربه على ايدينا. لو حسينا ان الايد احمرت، هتقولي طب هو قوي لدرجه ان هو يجي على الايد ويخلي الايد تحمر؟ طبعا انت لو حطيتي الايد برضو المنطقه دي منطقه ضعيفه، لما تيجي تحطي عليها الفاونديشن هتحسي ان انت طبعا مش هتحمر اكيد زي وشك، بتهرش، هتحسي ان انت ايدك عايزه تاكل بالظبط، عايزه تهرشي. فهمتك. طيب الماسكرا اللي هي الماسكرا بتاعت الرموش، بتبتدي تحسي ان انت بتفتحيها متكتله طبعا، غير ريحتها، ريحتها بتبقى ريحتها غريبه، تحس ان في حاجه يعني بالبلدي كده حاجه حامضه، وتحس ان انت بتفتحي الازازه وتطلعيها كده تحس ان في حاجه متكتله، تحطيها حتى الرموش بتلزق في بعض، مش كويسه، بتخلي عينك ده بقى الرموش ان هي بتقع، ده حاجات كتير. زائد ان اي حاجه بتتحط في العين دي بتبقى مشكله كبيره جدا. طب هل فعلا بالنسبه للماسكرا فكره ان انا فتحتها النهارده بعد 6 شهور لازم ارميها؟ لازم تترمي، دي حقيقه، يعني مفيش حاجه اسمها 6 شهور، طول ما هي اتفتحت واتشالت منها شلتيها واستخدمتيها مره خلاص 6 شهور بالظبط، وبتلاقيها بصي هم كده كده بيبقوا مدين، حتى لو تاريخ صلاحيتها بعديها ب6 شهور تانيين مثلا، هم مش بيبقوا حاطين، هم بيبقوا حاطين تاريخ الصلاحيه وبيبقوا سايبين لك سماح شهرين، يعني هم مش بيبقوا حاطين لك مثلا بيقول لك 6 شهور، هو مش 6 شهور وترميها بالظبط، لان هم بيبقوا سايبين لك سماح شهرين، لان الحاجه لو استخدمت اكسباير دي بتبقى خطر على العين، الحاجات دي بتجيب طبعا بتجيب حاجات بعد فتره طويله، بتروحي تكشفي تقولي ان انا عندي مشكله في العين، طبعا انا مش دكتور عشان اتكلم في حاجه زي كده، ولكن تلاقي في اسامي كتير لعده امراض في العين هما بيبقوش شايفين ان سببها الميك اب. طيب وبعدين الاقلام بتاعه العين واللي هو الليبستيك او اللي هو الروج، بتلاقي ان بتلاقي بيظهر عليه بقعه، يعني بتلاقي ان انت بتفتحي الروج، غير طبعا احنا اتكلمنا في الريحه والملمس، احنا مش عايزين نبتدي نحط الملمس علشان انت خلاص اوريدي حطيتيه على شفايفك، لا ان الريحه بتاعته بتبقى كافيه، زائد ان انت بتبتدي تشوفي الروج بتاعك عليه بقع بيضه، والاقلام بتاعه العين برده من جوه بيبقى عليها بقع بيضه، فمن هنا انت بتتمي تحس ان كده بقع بيضه. فين بقع بيضه؟ على على الالم، على بدايه سن الالم عليها بقع بيضه طبعا، والملمس بتاعها طبعا لو حطيتيه بقى في العين تلاقي عينك حرقتك ومش قادره، ما تستحمليش، ما تقوليش لا ده اصل انا عيني حساسه، بشوف عرايس كتير
تيجي اثناء الفرح انا عيني دمعت، انا عيني بتدمع كتير اوريدي. ماشي انت عندك مشكله في عينك ان عينك حساسه، بس لو حصل اوفر ان او العين دمعت زياده، طب بيبقاش بيبقى مش بيبقى حساسيه من العين، بيبقى في مشكله في البراند نفسه. الروج صلاحيته قد ايه يا روز؟ الروج من 6 شهور لسنه وعلى حسب نوع البراند يعني. وانا دايما من وانا بستعمله يعني اول لما فتحت صباع الروج على حسب نوع البراند من 6 شهور لسنه. في براند بيبقى سنه وفي براند بيبقى 6 شهور، مش بيكمل الوقت اللي بنشوف الناس بتستخدمه. وانا افرق بقى من الريحه وال من الريحه والملمس واللون، هتلاقي نفسك وانت بتفتحي الروج، بس طبعا لو استخدمتيه هتلاقي ابتدى يطلع عليه بقع بيضه، مش اللي هو الابيض اللي هو الوايت، لا تبتدي لون الروج مثلا لو بينك هتلاقي اللون بتاعه افتح زياده على انه مدي على الابيض بس فاتح قوي. طيب مش الابيض البلاشر الروجوجو ايه؟ كل ده الاي شادو عامه عموما كله بياخد من سنتين، من سنه لسنتين. الاكتر حاجه بتاخد معانا فتره الاي شادو، الحاجات اللي هي الباودر مش الكريمي. اكتر حاجه بتخلص معانا بسرعه الحاجات اللي هي الكريمي اللي بتبقى معموله من بكتيريا، من بروتينات. ما الفانديشن ده عباره عن بروتين ومن دهون، ومش هنقول طبعا بيتعمل من ايه يعني ما ندخلش في تفاصيل، بس هو بيبقى معمول من الحاجات دي. فلما بيجي بقى اكسباير الحاجات الليكويد بتبقى البكتيريا بتاعتها بتبتدي تطلع، عشان كده بيتم الريحه وبيشوف الشكل. لا يعني عايز اعرف الفاونديشن تاريخ صلاحيته قد ايه، الاي شادو اللي بنحطه فوق عينينا قد ايه، الروجو والبلاشر قد ايه. الروجو والبلاشر والاي شادو كل الحاجات دي من عائله الباودر، الكومباكت باودر. الحاجات دي بتاخد من ماكسيمم سنه لسنتين اي حاجه باودر. اما اي حاجه ليكويد اللي هي السائله، الليكويد اللي هو الفاونديشن، الفاونديشن الليبستيك، ما الليبستيك برضو حتى لو كان مش لازم ليكويد بيبقى برضو كريمي. اي حاجه كريمي بتاخد من 6 شهور لسنه، وعلى حسب نوع البراند بيبقى مكتوب عليه اوريدي، بس مع ان هو بيبقى مكتوب عليه بيبقى عن طريق طبعا انت بقى بنظرك، الريحه، الملمس، طريقته انت بتحطيه بتحسي انه بيتكتل على الشفايف يعني. ملوش علاقه ان انت شفايفك بايظه. طيب دلوقتي احنا رمضان خلاص داخل علينا، وبعدين العيد، وفي العيد بيحصل جوازات كتير، يا الناس بتسافر، يا بيبقى في كده كم من الحفلات الايفنتات اللي مش عارفه ايه. انا بس الموضوع بس جوازات كتير ده هكتب فيها عشان صديقي وزميلي جيكب مديني رساله اوصلها لك في البريد يعني قال لي يا روز بليز عرفي رضوى ان انت تقولي اول نصيحه وصديقي ما تتجوزوش، ان انتوا ما تتجوزوش. هم اللي بيقولوا، هو اللي بيقول جيكب مش انا. جيكب قال لروز تقول في البرنامج ان انتوا ما تتجوزوش. انا مالي ليك يا انا مش قادر يا عيني. لا ان شاء الله يتجوزوا كده، بس يختاروا ولاد الحلال ان شاء الله باذن الله. احنا نقعد في البيت لما تتجوزوش. ان شاء الله يتجوزوا ان شاء الله. طيب جواز او غير جواز، ايوه انا بصدق انه المكياج ده مش هيبقى مظبوط الا لو بشره متحضره صح. ده لازم. حلو، احضر بشرتي ازاي؟ طيب تعالي نبتدي اول خطوه، ودي اهم خطوه في اللي انا هقوله كله. يلا. اول خطوه مش عند الكوافير او عند الميك اب ارتست، دي اول خطوه. اول خطوه في البيت. يعني ازاي؟ يعني انا لو انا بيرفكت بروفيشنال او شاطره جدا كميك اب ارتست، مهما هكون شاطره ومهما هكون دارسه، لو البشره جايه لي مش متاسسه صح او مهتميه بيها صح، دي مهما هتبقي شاطره هتعمليها بنسبه 70%. مش هقول لك هتعمليها ب 50 و30، لا هتعمليها بنسبه 70 ل 80%، بس بعد عده وقت مع الحركه مع الرقص هتلاقي في اختلاف. لكن لو انت مأسسة بشرتك، لازم يكون عندنا مفهوم ان البنت لازم تهتم ببشرتها، مش عشان هي عروسه او هي عندها فرح او هي عندها ايفنت او اي حاجه، لازم تبقى عندها معلومه ان انا اهتم ببشرتي ده في العموم، عشان انا بنوته ولازم ابقى حلوه على طول وبشرتي دايما حلوه. ما اعتمدش على الميك اب، يعني ما اعتمدش ان انا احط ميك اب. تعمل ايه بقى؟ تهتم ببشرتها، ماسكات، وماسكات مش اللي هو اي حاجه في المطبخ احطها على وشي، لا لازم ابقى دارسه بشرتي كويس. لا مش عايزه تهتم ببشرتها في العموم، عايزاكي تقولي تعمل 1 2 3 4 اثناء وهي بتحط الميك اب. قبل ما نحط الميك اب خالص ازاي نحضر البشره؟ قبل ما نحط الميك اب خالص كميك اب ارتست ولا كالبنت نفسها؟ البنت إيه؟ نفسها تشرب ميه كتير، دي ده ثقافه مش عندنا. يعني انا نفسي بجربها مع نفسي، مش هضحك عليك واقول لك انا 24 ساعه بشرب ميه، لا انا بيجي عليا وقت كتير ببقى مهمله وما بقعد مثلا بالشهر ولا الشهرين اشرب كل يوم كوبايه ميه، لا بشرب بس كوبايه ميه، كوبايتين ميه. وانا دلوقتي بنزل جيم كل يوم لان ده بقى خلاص لايف ستايل في حياتي طبعا بعد الخلفه فخلاص بقى لايف ستايل بتاع الرياضه والحاجات دي كلها عشان الصحه النفسيه كمان. فالميه اساسي، ولكن بيجي عليا وقت بهمل في الميه بلاقي وشي بيبقى ناشف جدا، في قشور مش مفهومه، المسام بتاعت وشي نفسها اتفتحت،
من غير ميه بلاقي نفسي. هقول لك على حاجه ويمكن دي كلمه محدش هيصدقها بنسبه كبيره، بحس ان انا عجزت. عجزتي؟ ببص في المرايه، طب هو شكلي وعينيا وشفايفي ووشي وكل حاجه فيا، بس شكلي كبير يعني، شكلي كبر. يعني اول حاجه البنت تعملها عشان تحضر لبشره كويسه انها تشرب ميه كتير. ميه، وصدقيني مش كلام احنا بنقوله في انترفيو، لا هو فعلا ميه مفيده جدا، مش للكلى والصحه لا للوش. تاني حاجه، تاني حاجه بتبتدي تعمل ماسكات في البيت، وماسكات مدروسه. يعني في ثقافه اللي هو اي حاجه في المطبخ حطيها على وشك، لا طب ما هو في ناس يعني، في بنت دي ضحكت عليها جدا قالت لي يا روز حطيت طماطم ما اعرفش ازاي، صحيت لقيت وشي كله حبوب. حبيبتي طب انت الطماطم دي املاح، وانت ما تعرفيش انت نسبه الاملاح في جسمك عامله ازاي لما حطيتيها، طب ما حصل تفاعل. يعني انت ما درستيش وشك ده جاف ولا دهني ولا انت فيكي ايه. العسل، انت عندك العسل يعني ينفع لكل انواع البشره. طب انت طبعا حاجه ربنا خلقها لنا طبيعيه جايه من النحل، وهي اصلا علاج، ومهما هتضرك يعني اخر افكت ليها ان هي مش هتضرك، ان هي مش هتعملك حاجه. لكن مش هتضرك. واحده حطت الطماطم، هي الطماطم دي طبيعيه؟ لا، وحصل تفاعل مع بشرتها. الطماطم حتى احنا بالنظره لينا، انت لما بتيجي تقطعيها بتحس ان ايدك بتاكلك، ما فيها نسبه املاح. طيب تحط ايه على بشرتها؟ عسل. عسل، آه الزبادي يتحط، بس من يستحسن مش للبشره الدهنيه، عشان هو اصلا بيبقى فيه نسبه دهون. صح. فبيخلي البكتيريا في الوش بتتفاعل، لو في حبوب او حاجات دي ما بتبقاش حلوه ليها. الليمون، الليمون مش لكل الانواع البشره. فاحنا ازاي نعرف طيب الحاجات دي دلوقتي يا رضوى؟ الثقافه بتاعه السوشيال ميديا والثقافه بتاعه الانترنت ما خلتش للبنات حاجه. يعني طب هاخد ثقافتي من الانترنت، هقول لك طبعا لو انت بتتصفحي كتير اعرفي نوع بشرتك، ادخلي على جوجل واكتبي انا بشرتي جافه، انا بشرتي دهنيه، استخدم ايه؟ طب الليمون ده، طب انت عندك هنا في البرنامج بلاقيكي بتقدمي كتير نصايح للبشره للبنات، استخدمي للبشره الدهنيه كذا، استخدمي كذا. طب خلاص اتفرجي وطبقي. ما انت عندك كرضوى بقدم لك ان انت كم شهر يعني، لو يعني على المناسبه ولا في العموم؟ يعني انا لو عندي مناسبه، لو انا عروسه يعني في العموم طبيعي مره في الاسبوع. لو انت عروسه لا، ماكسيمم على الاقل شهرين قبل ال طبعا قبل الايفنت. انا بشوف مهازل، انا بشوف ان في بنت قبلها باسبوع بثلاث ايام وتيجي يعني عامله وشها، حاطه ماسكات في صالون، شايله دهون، بخار. البنت اصلا وشها بيجي في تحسس، البشره بتيجي حمراء وفي اكني وفي حاجات، انت ما شلتيش الحاجه، انت بوظتيها. طيب نرجع تاني، تاسسيها بقى. ميه اهم حاجه. يس. نمره 2، ماسكات للبشره تبع كل بشره، او كل كل واحده عارفه بشرتها ايه، تدخل اللي ما تعرفش تدخل تشوف، او تروح للدكتور او تروح تكشف تكشف وتعرف. مظبوط. العموم عندك عسل كويس قوي طبعا. كلميني عن ميه الورد والنشا. ميه الورد تحفه. انا زمان يعني انا للامانه الايام دي ما بستخدمهاش، ولكن لا انا كنت على طول ميه ورد وليها بودره التلج دي ونخلطها ونحطها على الوش، بتشيلها تحس ان وشك زي البيبي. النشا بيقولوا بيشد الوش. انت النشا ولا لا؟ انا كنت بحط بودره التلج. النشا فعلا بيشد الوش، ولكن مش بكتر الحاجه. يعني مش كل يعني الحاجات دي، مثلا ميه الورد والنشا ما ينفعش يتعمل مثلا كل البنات لما بتشيل الماسك تحس بافكت حلو، تحس وشها مشدود وشكلك حلو، فتعمل ايه؟ تكرره بعد يومين ثلاثه، عندي خروجه فاقوم عامله الماسك تاني، يحصل ايه؟ يحصل ان في سايد افكت، في خطا اكبر، لان اثر رجعي. بالظبط. ليه بقى؟ لان الوش انت زودتي عليه حاجه، كل حاجه ما بتزيد بتدي ضرر. طيب يبقى هتعمل ماسك كل اسبوع. مظبوط. ايه تاني غير الميه؟ الماسكات، وان هي تشرب ميه. ماسكات مش عايزه تروح للدكتور، مش حاجتي، بس يعني صدقيني برضو الرياضه مهمه جدا. مظبوط. صدقيني الرياضه، يعني انا مش عايزه اتكلم في حاجات يعني مش بس هي صدقيني كل الحاجات دي دايره بتكمل بعضها. يعني الرياضه دي انا بحس ان هي بتخلي البني ادم، غير ان بشرته بتصغر، العمر بيصغر، النفسيه بتصغر، بتحسي ان انت حتى لو عندك مشكله بتقابليها عادي جدا، مش فارق لك. ليه؟ لان الرياضه بتديكي يعني بتوديكي في حته ثانيه. صح. فيعني انا بشوف ان الحاجات دي كلها لايف ستايل، غير ان انا راحه مناسبه، بل بالعكس البنات بتاخد شكل المناسبه غلط. انا راحه مناسبه بتحط ستريس. انا السؤال الاخير لاي واحده عندها مناسبه، سواء انا عروسه او مش عروسه، قبليها ب 48 ساعه تطلبي منها ايه؟ تنام كويس. تنام كويس. تنام كويس، تتدلع، تنام وتتفرج على رضوى الشربيني وبس. لا حضرتك مش هتتشد. لا نامي هتتجوز. نامي هتغير رايها في ثانيه. نامي واعملي مساج. نامي، لكن اروح اعمل الشقه لو عروسه او مش عروسه، وانزل اروح الكوافير واعمل ماسكات لا نودينا يا روزي. بس يا حبيبه قلبي، اي لاف يو، اي لاف يو، انت عارفه انا بحبك قد ايه حبيبتي. حبيبتي واكتر اكتر واحده مؤيده لرضوى الشربيني وافكار رضوى الشربيني. وانا بقول اهو استر علينا يا رب، استر علينا يا رب روزي، نورتينا.
فينا النهارده يا روزي. كان مهم جدا تعرفي تحضري نفسك ازاي لاي ايفنت او اي حفله او اي مناسبه عندك. كمان كان مهم تعرفي صلاحيه انتهاء صلاحيه الحاجات الموجوده في الميك اب كيت بتاعك او شنطه المكياج بتاعتك، لانه اضرارها على الوش بعد انتهاء صلاحيتها بتبقى كارثيه. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير ونرجع لكم من هنا وبس.